بغيت الضموندي حاجه صغيره سيغوبلي، بغيت الضموندي حاجه صغيره مشاويه. كاين واحد البنيته صغيره شتها في الشروق، قلت لهم تمنيت لو كان يجيبوا اسمها، يا ريت لا كان راها حنا جيبوها لي برحمه الوالدين، لا كان راها حنا جيبوها لي. قناة الشروق، بارك الله فيكم، مرحبا بكم على كل حال، شرفتونا كراكم معنا اليوم. على كل حال انا هذيك لا فيديو والله كنت راقد نوض تحشيه باش نروح نخدم كالعاده، حتى لقيت بزاف ناس مطاقيني في الانستغرام دي باج صدير ناشطين ستار نيوز من مدير دي زاد ايتي بالجزائري، بزاف فنانين مطاقيني في الكونت تاعي اوفيسيال. دخلت شفت لا فيديو، انا اللي فرحتني ماشي انها حافظه الاغنيه، اللي فرحتني قلت لهم تمنيت لو كان يجي محمد بوزمحه، وانا من خلالكم قلت تمنيت لو كان جات وشفتها وتلاقيت بها. شنو الرساله اللي نقدر نقولوها نلحقوها لها مام هي ما جاتش لكن انت بالك تلحق لها رساله؟ بون ما على باليش كيسموها. على كل حال جيت نسبر شوف هذا الفيديو وش نقول لك بنتي، ان شاء الله باذن الله ربي يوفقك ويكبرك ان شاء الله في عز والديك وطاعه الله سبحانه وتعالى، وماذا بك تقراي تزيري روحك في القرايه باش تكبري وتولي امراه وتولي شابه ونشوفك طبيبه وتشرفي باتنا وتشرفي الشاويه، وكي تكبري تفكريني نتلاقاك وتقولي لي انا اللي كنت صغيره هكا ودرت لك هذاك لا فيديو. ربي يوفقك بنتي، ميرسي.